عقدت فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالرياض لقائها الأول، وذلك بحضور 300 من المختصين والخبراء والعاملين في المجال الأمني من القطاعين العام والخاص، والذي استعرضت من خلالها مسيرة الأمن الصناعي في المملكة وتجربتها في حماية المنشآت الحيوية، بالإضافة إلى ضوابط ومعايير الأمن الصناعي التي وضعتها الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية خلال 30 عاما الماضية. الجمعية الدولية للأمن الصناعي وفي فروعها الموجودة في المملكة اللي 3 فروع تقوم بعقد دورات وندوات وفرق عمل مشاركة لتضم جميع موظفين في الأمن والأمن الصناعي في المملكة. يهدف هذا اللقاء إلى إتاحة الفرصة أمام المختصين والعاملين في مجال الأمن الصناعي بالمنطقة الوسطى للاستفادة من نشاطات وفعاليات الجمعية لتنمية مهاراتهم وخبراتهم في مجال المهن الأمنية، ومنحهم فرص الالتقاء وتبادل الخبرات في المجال الأمني وتكاتف الجهود للوصول إلى الأهداف والطموحات المرجوة. الأهداف طبعا أنه إحنا نحب نجمع كل المهتمين والمختصين في الأمن تحت يعني مظلة واحدة في مكان واحد، فيها نوع من التواصل، فيها نوع من تبادل الخبرات، فيها تبادل تخابر المعارف في كثير من الإدارات والجهات والجمعيات الأمنية اللي موجودة في البلد، ولكن كلهم متباعدين عن بعض. فإحنا هدف الجمعية هذه أنه نجمع الكل في مكان واحد. المملكة العربية السعودية وما حققته من قفزات خصوصا في المجال الصناعي تستوجب عقد مثل هذه اللقاءات، وذلك لتبادل الخبرات والمهارات، وضع الخطط والبرامج الأمنية والاشتراطات الخاصة في مجال الأمن الصناعي، وذلك للحفاظ على المنشآت البترولية والصناعية والحيوية. عبد الله مطيري، الإخبارية، الرياض.